إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم اعلموا أننا نعيش في وقت تكثر فيه الفتن، الفتن قد كثرت، فنحتاج إلى ملجأ، نحتاج إلى طريق ننجو منها، نحتاج إلى عاصمة تعصمنا من هذه الفتن. فالإنسان المسلم منذ أن خلقه الله في هذه الدنيا وفي هذا الكون معرض للفتن من بداية الخلق إلى نهايته، ولكنها تزداد في بعض الأحيان. فقد كثرت الفتن في وقتنا هذا، كثرت حتى وصلت إلى الذروة تقريبا، ونعوذ بالله من أن نصل إلى ذروتها، فإن ذروة الفتن هو المسيح الدجال. وكل فتنة تحدث في الكون من بدايتها إلى نهايتها فهي تقربنا إلى الدجال، هي تمهيد لفتنة الدجال. ولذلك الإنسان يتعاون بالله من الفتن دائما ما ظهر منها وما بطن. ثم اعلموا لقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه على ما ينجينا من هذه الفتن والمحن التي تتلى علينا وتتوالى علينا. فأولا وأول شيء ينجينا من الفتن هو أن نستعين بالله سبحانه وتعالى ذي المنن سبحانه. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: تكون بين يدي ساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يريء دي أقوام دينهم بعرض من الدنيا. رواه الترمذي. وقال الترمذي عن الحسن البصري رضي الله عنه قال: كان يقول في هذا الحديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يعني يصبح محرما لدم أخيه وماله، ثم في المساء يستحلها، وبالعكس يستحلها في الصباح ثم يحرمها. فهو على ذلك يكون يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ولماذا؟ لأنه يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذه الفتنة التي كثرت علينا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر هذه الأمة ويحذر أهله من الفتن. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا ذات الليلة، فزعا، فقال: سبحان الله، سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فالرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف على أهله من الفتن، ولذلك الخروج من الفتن كما يظهر من هذا الحديث هو التضرع والفزع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا فزعت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالصلاة وبالله وبالتوبة، فإن الله سبحانه وتعالى ينجيك من الفتن. قال معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا شيئان: بلاء وفتنة. الدنيا بقي منها شيئان: بلاء وفتنة، وهي بمعنى واحدة،
وهي بمعنى واحدة تقريبا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن واختصرها في حديث في جملتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث يرويه حذيفة بن اليمان وهو يعد الفتن أو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيء، ومنهن فتن كالرياح السيف، منها صغار ومنها كبار. يقول العلماء الرسول يعني صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ما جرى بين صحابة من الفتن، فتنة علي وعائشة وفتنة معاوية وعلي بن أبي طالب وفتنة قتل عثمان بن عفان، ابتدأت في يومها ولم تنتهي حتى هذه الساعة التي نحن فيها. بعد مرور أكثر من 1400 سنة هذه الفتنة لا تزال قائمة. فبداية الفتنة في هذه الأمة كانت من قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ببلوى تصيبه. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بن عفان بالجنة لأجل مشكلة أو مصيبة أو فتنة تصيبه، ولذلك لم تنتهي حتى هذا اليوم، قد ابتدأت ولم تنتهي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم: هنا ثلاث لا يكذن، معنى الفتن التي حدثت في زمن صحابة رضوان الله عليهم جميعا. وزهير بن عدي يقول: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكينا إليه ما نلقى من الحجاج. حجاج بن يوسف الثقفي كان شديدا على الصحابة في حينه، كان يثبت الدولة الأموية ويقبل كل من يعاديها أو يعارضها، ولذلك كان قد عثر الصحابة رضوان الله عليهم. والفتنة التي حدثت بينه وبين الصحابة معروفة في كتب السير، كان شديدا. ولذلك يقول: ذهبنا إلى أنس بن مالك وهو من أواخر الصحابة قد طال عمره إلى حتى وصل أكثر من 100، يقول: فقلنا إن الحجاج يعمل علينا كذا وكذا وكذا، اشتكوا منه. قال: فاصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. أيام ذاك أنس بن مالك يقول: هذا زمان أردت أنتم فيه خير، يأتي أزمنة كل زمن الذي بعده شر منه. الفتنة هذه لن تنقص، تزداد يوم بعد يوم حتى نصل إلى فتنة الدجال، الله سبحانه وتعالى ينجينا منها. ولذلك العلماء يقولون ما دامت الفتنة هذه موجودة ومتوافرة ومتواجدة لابد من أصول، لابد من عواصم نتبعها حتى نسلم منها. عنوان الخطبة: كيف تسلم من الخطب الفتن؟ فما هي المنجيات؟ ما هي الأسباب التي تجعلنا نسلم من هذه الفتن؟ ما هي هذه الأسباب؟ الأول من هذه الأسباب كما يقول العلماء الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، النجاة من الفتن المدلهمة والمصائب المظلمة في المنن ذي المنن، ويكون ذلك بالعلم بالكتاب والسنة الصحيحة. أول شيء نعتصم به هو أن نعلم وندرس ونتمسك بحبل الله المتين الذي هو الكتاب وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام التي شرح هذا الكتاب. والعلم المنجي كما يقول العلماء هو العلم بالكتاب والسنة. العلوم الأخرى كلها دنيوية لا تنجي من الفتن، لا تنقذك من الفتن، لا تعصمك من الفتن، فلن يعصمك من الفتن هو الكتاب، علم الكتاب والسنة. ومنهج سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم ورحمهم الله جميعا هذا الذي ينجيك من الفتنة. بالطبع الناس أو العلماء وأهل العلم انقسموا إلى فرق وأحزاب وجماعات لا ينصر بعضها بعضا. أنت لا تنصر هذا الإنسان لأنه من جماعة فلان، من حزب فلان، من شيعة فلان إلى آخره.
نحن نريد علماء يجمعون الأمة، وجمع الأمة يكون بالتعامل معهم جميعا بالنصيحة وبالتعليم وبتقديم النصائح لهم. يقول حسن البصري رحمه الله: الفتنة، الناس في الفتنة إلى قسمين، قسم يعرف الفتنة قبل أن تصل إليه، وقسم يعرف بعد أن تنصرف. العلماء يرون الفتنة قبل أن تصل، أسبابها إذا ظهرت يحذرون الأمة منها، ولكن معظم الناس يعرفون الفتنة بعد أن دخلت ثم ذهبت، أو ما ذهبت هي موجودة عندها يعرفون. فالعلماء هم المسؤولون عن أن يعلموا الأمة وينبهوهم ويثقفوهم حتى لا تكون الأمة في غي وضلال. وكان بلغ بن حبيب يقول رحمه الله: اتقوا الفتنة بالتقوى. فقال: ما معنى ذلك؟ ما معنى الذي تقصده؟ فقال: أن تعمل بداعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله. ما معنى على نور من الله؟ على علم، على يقين. أن تعبد الله على علم. أنت إذا ما عبدت الله على علم يمكن تتعب طول السنة والسنين ولا تجد ولا أجرا واحدا. فهو أن تعبد الله على علم ترجو رحمة الله، وأن تجتنب الكبائر والفواحش تخشى عذاب الله سبحانه وتعالى، لكنه على نور من الله كذلك. أن تكون على علم بما تجتنب وما تجتنب. وإلا الإنسان إذا شهد أول اليوم ثم يكون الإنسان الذي يجدي أو يجهد نفسه فيما لا يجدي. ومن المنجيات من العواصم أن يخلص العبد عبادته لله. الإخلاص هذا عمل قلبي لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. أنت تعرف نفسك هل أنت مخلص أو غير مخلص. القرآن يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الإخلاص يعرفه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يراه ويراقبه وهو الذي يتولى أمره. فأنت إذا أخلصت لله وجعلت أعمالك كله خالصا لله، والعلماء يقولون الإخلاص هو أن تعبد الله على شرعه وفق ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإخلاص، اتباع الشرع عن طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإخلاص، ويكون في قلبك لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. فأنت إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى لن تذهب مع الفتن، لأنك تعرف على أن هذه فتنة، وإذا عرفت على أنها فتنة تجتنب منها. الإنسان إذا عرف على أن هذا شيء فتنة يجتنب منه، يبتعد منه. المشكلة إذا رأيت الفتنة حسنة جميلة وزين لك شيطان. شيطان يقول: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. شيطان إيش عمله؟ يزين لك المنكر، الذنب، الفاحشة، الكلمة الخبيثة، يزينها لك. قال ربي: بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثر مشاكر. فهذه فتنة الشيطان لا تسلم منها إلا كان عندك إخلاص لله سبحانه وتعالى، اتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتكون على نور من الله سبحانه وتعالى في كل ما تعمله. قال سبحانه: إن الصلاة، يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فهذا هو الإخلاص، إخلاص في العبادة، إخلاص في المعاملة. وعند الفتن لا بد للعبد أن يتوجه بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: فاعبده واصطبر العبادة هل تعلم الله سميا. يقول ماغب بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج
هجرة إلي. الهجر هو الهرج هو القتل كما فسر حديث أحاديث أخرى. إنسان إذا انتشرت الفتن بين الأمة انتشرت الفتنة بين الأمة فما عليك إلا أن تبتعدها. الحل الوحيد من الفتنة أن تسلم من الفتنة هو أن تبتعد منها. ومن المنجيات أن تخشى الله سبحانه وتعالى. خشة الله سبحانه وتعالى عندها فائدتين. إذا عرفت أنك ستحاسب في كل ما تعمله في الدنيا هذا تحاسب نفسك، لكن لو عرفت إذا ظننت على أنك لا تحاسب تعمل ما تشاء. ومثلها إذا غفلت عن 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 عن, عن شرع الله وتعمدت العمل الجرائم والخوض في الفتن فأنت في خطر دنيا وأخرى. وإلا في أن خشية الله سبحانه وتعالى تمنع الإنسان من أن يخوض فيما لا يعنيه. مثلا الرسول يقول عليه الصلاة والسلام الفتن التي نحن وراها ومنها الفتنة الموجودة الآن في فلسطين قد فتنت بها الأمة المسلمة ورسبت في الامتحان. الأمة المسلمة فتنت في فلسطين في غزة وجميع الأمم الإسلامية التي تقولها مسلمة وهي 65 دولة 56 دولة كلها فشلت في الامتحان، ما في دولة نجحت ولا واحدة. يا ويلهم، هذه من الفتن التي نراها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الفتن التي ترونها تمهيد لفتنة الدجال، هي تمهد للدجال. ولذلك الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت فتنة أو سمعت في أرض فتنة فلا تسرع إليه لعلك تقع فيها. اجتنب الفتن ما استطعت، اجتنب الفتن ما استطعت، وإلا ستخوض فيها. وقل من يسلم من الفتن إلى ذهب إلى بلادها. تأخذك أخذا كالسيل الجارف وتأخذك إلى الجحيم. عباد الله، الخوض اليوم في الفتن التي تحدث في الدنيا، فتن المال، فتن الجاه، فتن السلطة، فتن القتال، فتن التي نراها بعينينا اليوم، ومنها من فتن السوشيال ميديا، ومنها فتن التلفونات التي نحملها في جيبها. زمان في السبعينات الستينات كان الإنسان يقال له هو ما هو طيب، لما لأنه يذهب إلى السينما، كان يذهبون إلى السينما. فجاءت التلفزة فراحت السينما، دخلت السينما في التلفزيون، فقلنا هذا الإنسان مولع بالتلفزة. فجاء التلفون الموبايل هذا نحمله في جيوبنا وهو مملوء فتنة، نحمله في جيوبنا وهو مملوء فتنة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. القرآن يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا حسبنا الله من عذاب جهنم. فالذي يخوض في الفتن كالذي يجلس مع الناس الذين يخوضون في الفتن كمن يجلس مع من يخوض في آيات الله. ولذلك الابتعاد عن الفتن ومواقع الفتن ومواقع الفتن الابتعاد عنها هو أسلم للإنسان من أن يخوض فيها ولا يبالي ما يقوله الناس وما يقولونه، فالأحسن ابتعد منهم. كثير من السلف الصالح رضوان الله عليهم اعتزلوا الفتن فلم يدخلوها، وقالوا الفتنة كالطاعون، إذا دخل وقع الطاعون بأرض الرسول يقول عليه الصلاة والسلام فلا تدخلوا إليه، وإذا كنتم خارجه وإذا كنتم في داخله لا تخرجوا من هذا الأرض. فهذا هو نوع من الوقاية من الطاعون على الأمة. الأمة حدث مثل هذه الفتن مفروض الإنسان لا يذهب إلى السوشيال ميديا والكتابة فيها، وما أكثرها كذبا، بعضها 1% مثل الشياطين هو الصح والباقي على الله، اتركها لله. ومن الفتن ومن المنجيات من الفتن أن تقعد في بيتك
إذا لم تجد حلا آخر اجلس في بيتك، امكث مكانك، كن في بلدك، لا تخرج منه. هذا من المنجيات، تسلم من هذه الفتن وتنجو منها. فالإنسان لا بد وأن يتعرف على الفتن ثم يجتنب منها ولا يقع فيها، وهي كثيرة تحيط بنا. والرسول عليه الصلاة والسلام قد جمع هذه الفتن في حديث واحد. كيف نعمل مع هذه الفتن؟ جمعها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد رواه ابن حبان رضي الله عنه رحمه الله. عبد الله بن عمرو بن عاص يقول قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس حول الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذ ذكر فتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، يعني اختلطت وتركوا إيفاءها وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا وكانوا كهكذا، يعني كانوا يتقاتلون ويتضاربون. قلت إليه يا رسول الله ما الحل؟ قال ألزم بيتك واملك عليك لسانك، ثلاثة وخذ بما تعرف، أربعة دع ما تنكر، خمسة عليك بأمر خاصة نفسك، ستة ودع عنك أمر العامة أو تدع عوام الناس. هذه هي أحد الحلول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، حمد يوافي نعمه ظاهرة والباطنة، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا عن العواصم من الفتن، كيف نصل من الفتنة؟ الحديث التي ورد منها بعضها ذكرنا والبعض الآخر نذكر منها واحد واثنين. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام حديث أبي بكرة الذي رواه ابن حبان يقول إنها ستكون فتن يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. قال رجل يا رسول الله ما تأمرني؟ قال إذا رأيت مثل هذه الفتن ما كان له إبل فليلحق به، وما كان عنده غنم فليلحق به، وما كان له أرض فليذهب إلى أرضه، يعني يعتزل الفتن ما تشارك فيها. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام أخي المسلم أخي المؤمن أدي الذي عليك من حقوق من الأمور التي تعصمك من الفتنة، أن تؤدي ما عليك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، ودع الذي للناس لا تخوض فيه. لذلك الرسول يقول أدي الحقوق التي عليك تنجو من الفتن العامة وتسلم من المحن، كما المعبوس ان ابن مسعود رضي الله عنه يروي قال ستكون الرسول يقول عليه الصلاة والسلام ستكون أثرة وأمورا تنكرونها. قال يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أدي الذي عليك واسأل الله حقك فإنه إن شاء الله سيعطيك. وفي رواية سيكون عليكم أمراء وترون أثرة. قال يا رسول الله فما يصنع من أدرك ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. فتن وظلم وجور من أئمة أو رؤساء ومسؤولين أو من ترأس وجعل على نفسه نفسه وعلى الناس رغم عن أنوفه، جاء بالانقلاب مثلا، فمما جاءت من ذلك ما جاءت من حديث في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاءنا الله بخير، كان في جاهلية جاء الإسلام، فهل فيه
ومن وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قال وهل من وراء ذلك شر من خير؟ قال نعم. قال وهل من وراء ذلك خير كذلك شر؟ قال نعم. قال كيف؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يكون بعضي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستمعون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني قلوبهم لا ترحم ولا تعرف الله سبحانه وتعالى، هم الشياطين لكن يشبهون بني آدم. قال قلت كيف أسمع يا رسول الله؟ قال تسمع وتضيع الأمير المؤمر عليك، وإن لرب ظهرك وإن أخذ مالك، معناته لا تعامل انقلاب، لا تعامل فوضى، شغب، مظاهرات، هذه كلها لا تساعد في الدول الإسلامية. إذا كان هناك دول إسلامية كل هذه الأمور محرمة، كما يقولون لا 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 free speech or not free Protestant or I don't know. الإسلام يقول لك إذا كان هناك أمير أنت معه، كل معه، لأنك تقول تزيله يحدث فتن، يكثر الناس، يقتل الناس، يقصى البنات، ينهب الأموال، فأنت هل أفدت وما أفدت؟ كم من دولة حاولنا أن نغيرها فتغير إلى أسوأ. الربيع العربي من سوريا واليمن والليبيا ومصر وتونس والجزائر، ما في دولة واحدة نجحت في هذا الشيء، وإنما نجحوا بأن يقتل بعضهم بعضا ويغتصب النساء ويحرق التجارة وتتوقف الحياة، هذا الذي نجح به. فالإنسان إذا كان عليه أمير يأتمر بأمر الأمير ويتبع أمره. وأخيرا مما يساعدك على السلامة من الفتن أن تتضرع إلى الله وتدعو الله سبحانه وتعالى في الليل بعد منتصف الليل، تسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان والسلم والسلامة، وأن يسلمك من الفتن ما ظهر منها ومن بطن. ورسول كان يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ومن بطن، وكانوا يقولون نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. هذا هو الحل الأخير الذي يكون الإنسان المسلم بيده، وبيد كل إنسان مؤمن أن يدعو الله في الليل وفي النهار، يسأله السلامة من الفتن ومن الإثم ومن البغي ومن الظلم ومن الجور، وأن يسأل الله حقه ويؤدي الذي عليه. ألا وصلى وسلم على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله، فقال أمركم الله بذلك، حيث قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعدائك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واستعمل علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا وظهيرا، اللهم قوهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم يا رب أعطيهم قوة، أدعم جائعهم، ألبس عاريهم، اللهم أسقهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم يا رب تقبل موتاهم، اللهم يا رب عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الظالمين، فإنهم لا يعجزونك، خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا أرحم الراحمين دمر ديارهم، اللهم دمر دباباتهم، دمر بائراتهم، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. اللهم كن لإخوان المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم عليك بالظالمين المجرمين الغازين، اللهم حرر البيت الأقصى المسجد الأقصى من أيدي الظالمين، من أيدي اليهود المجرمين وأعوانهم والنصارى والمجرمين والمنافقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.